capable to produce materials needed for your ramping automotive targets. In 2020, I remember that was just a few days before the COVID, we had a conversation with our colleagues of Repsol in order to watch if we need to build a factory in Morocco. And I say, okay, maybe now it's a difficult to step this, because everybody remember that in March 2020 was the old. Such as very high impact and fiberglass reinforced compounds, make us a reliable partner for automotive manufacturers who prioritize safety and quality. Tangermet assumes its leading role in Africa and in the Mediterranean, supporting the economic developments and driving sustainable industrialization. Tangermet, as you know, is a global logistic and port gateway connected weekly to more than 180 ports worldwide. Thank you very much for being here. We've been waiting this moment for too long. It's a pleasure to start this activity here in Morocco. It's a strategic one. We were expecting this moment, working hard together to make it happen, making a lot of efforts from all the parties, Ravago, Repsol, local authorities, Tangermet, the government. هذا التدشين هو مهم جدا بحيث انه اولا كيجي في اطار التطوير الهام والمستدام ديال صناعه السيارات في بلادنا اللي اصبحت اول قطاع تصديري في بلادنا واول قطاع مشغل في الصناعه الوطنيه. هذا التحول ديال القطاع الصناعي جاء بفضل اولا الرؤيه الملكيه الساميه اللي عطات اولويه للقطاع الصناعي، وفي القطاع الصناعي اولويه لقطاع السيارات. وهذا المصنع بالذات هو من شأنه تقوية التنافسية ديال هذه المنظومة صناعة السيارات، بحيث أنه غيزيد بفضل تصنيع مادة البوليبروبيلين اللي كتستعمل في كل قطاع غيار البلاستيكية ديال السيارة، وثانيا بفضل إعادة التدوير ديال هذه المواد البلاستيكية غيقوي الاستدامة ديال صناعة السيارات في بلادنا، وهذا الشيء طبقا للتعليمات الملكية السامية. حنا هذا النهار هذا واحد النهار تاريخي في بالنسبه للشركه، لان كان قمنا بتدشين ديال الشركه بحضور السيد الوزير ديال الصناعه سي رياض مزور، وكذلك بالحضور ديال الممثلين ديال طونجي ميدزون اللي بالحضور ديال المدير العام ديال طونجي ميدزون سي احمد بنيس. الافتتاح ديال الشركه اللي كتجي في واحد المنطقه الحره اللي فيها بزاف ديال الشركات اللي كتخدم في قطاع ديال الانجيكسيون بلاستيك، اللي حنا كنوفروا هذه المواد الاوليه اللي هي كتساهم في الرفع في قطاع في توطين واحد المجموعه ديال المواد اللي كانت كتستورد من الخارج. فهذا الشيء كيزيد في لوطو دانتيغراسيون اللي هو رهان ديال وزاره الصناعه انه تكثر ولا تكون عندها لو ماكسيموم ديال لوطو دانتيغراسيون. هذا هو الهدف ديالنا من هذه الشركه هذه، وحنا هنا قرابين من الزبناء ديالنا اللي غادي نحاولوا بالوجود ديالنا هنا كنوفروا عليهم بزاف الحاجات اللي من بيناتهم يعني طوط سيرفيس ديالهم من ناحيه ديال الستوك ديالهم، يعني ممكن ان الشركه ديالها غادي يكون عندها تتوفر لهم يعني تعمل الستوك عندها، بالاضافه الى ان من غير ستوك يعني كاين التحديات اللي كتوقع في قطاع ديال المواد الاوليه، واذا شفنا في كوفيد يعني كانت وقعت واحد الازمه خانقه ديال المواد الاوليه. بالحضور وجود شركه بحال رافاكو في المغرب فهي كتساهم بانه يكون موجود ديال المواد، انتاج ديال المواد حاليا هنا في المغرب.
polyamide, for example, polyamide and PVD, and this is the different parts of Repsol. And this one. Wow, both products. Ramago and even this. I thought it was leather. It's plastic.